البرنامج ده في البرمجة adding the minimum field width، معناه يعني ازاي تسيب مسافات ما بين ارقام وارقام على الشاشة، تمام، عن طريق انك بالبرسنت دي يعني اللي هي بتحجز خانة integer للمتغير x اللي بقيمته 12 في هذه الحالة، تمام، ونفس الكلام ل y. لما تحط 5 قبل البرسنت انت معناه انك بتقول له سيب لي 5 مسافات، بعد كده حط قيمة x من على اليمين. لو قلت برسنت 05 دي وبعدين حط هي نفسها هيسيب لها 5 مسافات برضو، بس هيحط في مصفار المسافات اللي هو هيسيبها دي، هيحط مكانها صفار، تمام، مش مجرد هيسيبها كده وخلاص. وبعد كده يحط قيمة x اللي هي ب12 على اليمين. يعني لو افترضت مثلا ان ده الشكل اللي يظهر على الشاشة وده رقم اللي هيتكتب، مثلا 3 3 3 ماشي، المسافة اللي هي على الشمال دي او نعتبر ان هو هيتكتب على اليمين خالص، هنا مثلا 1 1 1، هو ده معنى البرنامج ان هو يسيب مسافة قدرها 5. المسافة دي اللي هنا ادي كده مسافة 2 3 4 5، يبقى دول 5 مسافات تبعهم البرنامج، هيسيبهم كده فاضيين طبعا طالما انت ما قلت برسنت، تمام، دي 5 دي. طب لو قلت برسنت 05 دي يعني هيحجز خانة انتجر، تمام، بس هيحط بقى بدل ما يسيبهم فاضيين كده هيحط جوه مصفار، بيحط رقم على اليمين يحط ايه اصفار بزاد الشكل، يبقى دي قيمة الرقم الأصلي ودي المسافات اللي ملاها اصفار في البرنامج. وهو ده البرنامج example using minimum field with specifier main integer x و y، x بيساوي كذا y بيساوي كذا، print f يعني طلع له القيمة الأول ال x، طلع له القيمة الأولى ال y بدون أي مسافات زي ما أنت شايف. هنا يبقى في 5 مسافات، هنا يبقى في 5 مسافات والباقي اصفار، وهنا يبقى في 10 مسافات. ورتان 0 يعني بتقول خلص برنامج شغل كده. برنامج اهو اول مرة بص كده طبع رقم 12، اول مرة طبع رقم 12، تاني مرة طبع رقم واي اللي هو من 1 ل 5، تاني مرة ساب مسافات اللي هما 5 مسافات، تمام، الرقم كله اتكتب في 5 خانات، تمام. هو استخدم 5 مسافات او 5 خانات، 12 اتكتبت في الخمس خانات، يبقى بقى كام خانة من 5 خانات؟ يبقى 3 خانات. التلات خانات المتبقيين دول هما المسافات اللي سابهم البرنامج. يعني انا اقول لك مثلا انت قلت مثلا هذا الشكل، لو قلت مثلا ده 1 2 3 4 5 6 7 8، لو حجزت مثلا بدل ما قلت 5 تمام قلت كام؟ قلت 8، يبقى انا الرقم اللي انا هحطه في الذاكرة هو 8 ارقام مفروض. يعني مثلا لو حجزت ان الاكس بيساوي 1 2 3 4 5 6 7 8، تمام، وعملت كده، دي معناها ايه؟ يعني احط الوحيد دي هنا في الخانة دي اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 لغاية 8 ارقام. طيب لو انا الرقم اللي حجزته بتاع اكس ده مش 8، انا حجزت خانة في الذاكرة، اعتبر ان دي الذاكرة، حجزت انا في الذاكره 5 خانات او 8 خانات، بس انا الرقم بتاع اكس اللي هحطه في الذاكره مش 8 خانات، ده هو مثلا 3 3 3 3 خانات بس. هيبقى ايه اللي هيتبقى في الذاكره لو انا حجزت من الذاكره 3 خانات اللي هو اول 3 خانات دول؟ يبقى ايه اللي هيبقى في الذاكره اللي هم دول 1 2 3 4 5، خمس خانات فاضيه. 5 خانات ايه فاضية؟ 5 خانات دول يا اما هيسيبهم فاضية البرنامج ويحط الارقام بتاعتك، يا اما لو انت حطيت مثلا 0 8 يعني يحط فيهم اصفار، يبقى 3 بالشكل. يبقى الخانات كلها على بعضها كام؟ 8 خانات. حاجز هو منهم كام في الذاكرة حسب ما انت تعرف قيمة اكس، حجزت مثلا 3 خانات يبقى يحط اول 3 خانات من على اليمين والباقي يسيبه، ماشي. قلت 0 8 يبقى الباقي يسيبه صفار،
وهكذا. أو لو بصيت كده مع بعض أهو البرنامج، طبقه تاني أهو أهو أدي الخارج. يبقى هو حجز في رقم 12 اللي هي دي المفروض إنك هتحجز 5 خانات في الذاكرة والباقي صفار. طب إكس قيمتها كام؟ قيمتها 12. طيب هو في 5 خانات، يبقى يحط الـ12 دول في الـ5 خانات، يبقى يتبقى كام خانة؟ هيتبقى 3 خانات. والـ3 خانات دول هتحط فيهم مسافة بس عادية ولا هيحط فيهم أصفار؟ لا قالك هنا حطي المسافات دي خليها أصفار، تمام. فهو هيحط الرقم بتاعه اللي هو 12 والباقي يبقى أصفار، اللي هما 3 أصفار. يبقى 12 و3 أصفار، أدي 12 والتلات أصفار. ولو بصيت هتلاقي إن هما 5 خانات، 1 2 3 4 5، لأن أنا حجزتهم هنا 5، هنا أهو حجزتهم 5 خانات، فتسجلوا في الذاكرة إن هما 5 خانات، تمام. لكن حسب بقى أنا عايز أحط فيهم كام رقم. قالك الإكس ب12 يبقى يتحط فيهم رقمين والباقي أصفار لو حطيتها بالصيغة دي. طب لو حطيتها بالصيغة دي يبقى يحط الرقمين برضو بس من غير ما يحط الأصفار، يبقى الـ12 والباقي سابوا خانات فاضية كده من غير ما يحط فيهم أي حاجة. نفس الفكرة بقى في هذا الكود. وشكراً.